طلع عملنا دخله باقونا ما بقي الزعتر والزيتون، نذكروا في العبيد ديما بالقضيه الفلسطينيه مهما كانت معناها الظرفيه ومهما كان المكان ومهما كان الزمان تحت ضي اي ظرف. دونك عملنا ميساج علم فلسطين الكبير في وسط لان الله نصر، لان نصر الله قريب. عملنا ميساج اللوط اللي هو جهاد نصر او استشهاد، اللي هي معقوله نتاع المقاومه الفلسطينيه، حركة رمزية تحفيزية للمقاومة والفصائل، جميع مكونات الفصائل الموجودة معناها في مدينة غزة وفي كامل الربوع المحتلة. عملنا ميساج لإفريقيا الشعبية روح القضية الفلسطينية، يعني نحن كجمهور كنادي وكتونس وكبلاد وككل شيء كعرب وكمسلمين وكإنسانية جمعاء، معناها تفهمنا اللي الدولة الفلسطينية عندها الحق باش يكون عندها كرامة وعزة وشرف ودولة. دولة بمنظور وطن، بمنظور أرض، معناتها مش منظور حدود وعلم، لا شكاك. هذه قضية، هذه معناها حكاية متاع قضية متاع إرث، متاع معناها موروث ثقافي تاريخي حضاري ديني إسلامي، وأنت تحب توظفها تهزها ديما تهز الثنية واحدة هي الإنسانية. هذه هي معناها اون جينيرال. نحن كجمهور كجروبات وكل شيء تفهمنا وجينا وعنا توا بريود، عملنا الحركة التضامنية هذي، عملنا نعمل في الدخلة هذه، رانا في وضع قوة، وهذه إن شاء الله يشوفوها أخواننا الفلسطينيين، يشوفوها العرب جملة، باش تبدأ هذه رسالة تحفيزية ورسالة تهز المورال لأخواننا الفلسطينيين في فلسطين والشعوب المهمشة والشعوب المحتلة في جميع بقاع العالم. كجمهور نادي الافريقي كمجموعة ديز كلوبيست رانا نحن نساندوا جميع حركات التحرر في العالم، ونساندوا جميع الشعوب المضطهدة مهما كانت، نحن نساندوهم رانا بالفكرة بالمقاومة بالغناء، أي حاجة بالتكنولوجيا بالعلم بالثقافة بالدين، أي حاجة من منظورنا هذا رانا نساندوهم. احنا اليوم جايين ما يهمناش في الريزلتات، جمعيتنا تكور كل شيء، نحن جايين باش نوصلوا ميساج ونوصلوا فكر. حتى الغناء رانا مانيش باش نغني، الفيراج كلها في الأكحل كما هبطنا بيانات تاع كورفا نور، جمعيات الجمهور كله بالأكحل، عندنا بلاي ليست باش نغنوهم على الحرية وعلى القضية الفلسطينية وكهو.
احنا اخويا نوصلوا ميساج للعرب الكل ولزيلت راع الكل من العالم الكل باش يتحركوا اخويا ويوصلوا صوتهم ويعملوا اللي عليهم اخويا ويوصل ميساجنا. وان شاء الله اخويا قدرة الاله ما احنا صحيح ما عناش سلاح اما عنا برشا اساليب اخرين اخويا باش نحروا بها فلسطين وقدرة ربي نقاوموا للاخر وان شاء الله ربي ينصرنا اخويا. تحيا فلسطين.